كمنافع، عظم الله لك الأجر. بالعودة إليك من جديد، يعني ما هي المستجدات لديك في تقديم الخدمة للزائرين مناف؟ نعم زميلي عادل، عظم الله أجورنا وأجوركم، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة العراقية، ونحن نلتقيكم ونحن نحيي هذه الأيام والليالي المباركة التي يشهد فيها العراق توافد الملايين من الزوار إلى العراق، ويقوم بخدمتهم المواكب الحسينية والجهود الخدمية والشعبية كلها الآن بوتيرة متصاعدة مرتفعة لخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام. ما يحدث هنا يحدث في العراق فقط، وأشدد يحدث في العراق فقط. تجاوز الكرم العراقي توزيع الوجبات الرئيسية الإفطار والغداء والعشاء، وإنما يتم تقديم خدمات ويعني وجبات على مدار الساعة لجميع الزوار، وأيضا تجاوزت وجبات الطعام إلى الحلويات والكيك والمعجنات والفواكه وحتى العصائر الباردة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. زميلي عادل، كانت مقدمتك عن الكلمة وأهمية الكلمة وشرف الكلمة، بالتالي نحن اليوم نقف مع أصحاب الكلمة والحرف ومن يعني يدرسون الأجيال، نقف في شارع التربية أمام نقابة المعلمين، وسيكون ضيفي من أصحاب الكلمة نائب نقيب المعلمين في كربلاء المقدسة الأستاذ رضا القرعاوي. نقول لك مساء الخير وأنت تطل علينا من شاشة قناة العراقية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. في وسط هذه الأجواء الروحية والإيمانية في كربلاء المقدسة، كربلاء قبل أيام كانت تمثل كربلاء، أما كربلاء اليوم تمثل العالم حقيقة. اليوم كربلاء تستقبل مختلف الجنسيات من المسلمين، يا أمها من فضلا عن داخل العراق من باقي أنحاء العالم. موكب نقابة المعلمين هو أحد المواكب التي تولت الخدمة منذ طليعة المواكب، منذ 5 أيام، ولا اليوم يستمر بتقديم الوجبات الرئيسية الإفطار والغداء والعشاء، فضلا عن حملات أخرى وهي حملات توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية والعتبات المقدسة ووزارة الصحة. اليوم هناك ليست فقط المواكب لتقديم الطعام الأكل والمشرب، لها أهداف أخرى. نعم، هناك أهداف أخرى، هناك حملة انطلقت لمحاربة المخدرات وغيرها، هناك حملة توعوية لزراعة الأشجار، هناك حملة أيضا مع الأخبار المتواترة على مستوى الوكالات الدولية مثل جدر القردة وغيرها، أيضا هناك حملات توعوية صحية فضلا عن تقديم أجود أنواع الغذاء. كذلك قامت النقابة بفتح جميع منشآتها لاستقبال الزائرين من حمامات ومأكل ومشرب وأمكنة للصلاة والسكن، كذلك حتى قامت بنصب سرادق لإيواء الجنسيات المختلفة من الإيرانيين والباكستانيين والأفغانيين ومختلف الجنسيات، ولا زال الموكب يقدم خدماته بفضل الخدمة من أعضاء الهيئات التعليمية. أنا أريد أسألك، الخادمين بالموكب هم مدرسين أو مواطنين عادي؟ هم من أعضاء نقابة المعلمين، أعضاء الهيئة الإدارية نقابة المعلمين، ومختلف التربويين من معلمين ومدرسين، وكذلك شاركت التربويات في إعداد وجبات الطعام. أنا سمعت حتى المتقاعدين يجون يشاركون. نعم 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 نعم، الزملاء من الأخوة المتقاعدين والمتقاعدات أيضا، هناك فريق جهد خدمي يعد الطعام منذ قبل يوم، ولكي يقوم الفريق الخدمي بتقديم الطعام باليوم الآخر من عصائر، من فواكه، من غذاء، أجود أنواع الغذاء تقدم في موكب نقابة المعلمين. إذن أعزائي المشاهدين، أن المواكب اليوم أو الزيارة الأربعينية هي ليست زيارة ذات أبعاد دينية فقط، بل بأبعاد تربوية بالتعاون، يعني نشوف المتقاعدين يجون حتى يعاونون من يخدم الإمام الحسين، لها أبعاد تربوية ونفسية وحتى تنعكس على المجتمع مثل ما قلت من خلال حملات التوعية، المخدرات غيرها. لا، بل طلابنا وإدارات المدارس ومدرسين اشتركوا في تقديم الخدمة للزائرين. هذه حالة فريدة حقيقة، الطلبة وأساتذتهم اليوم الجميع يستنفرون جل جهودهم لتقديم الخدمة لزائري كربلاء والإمام الحسين عليه. سؤالي الأخير اليوم، إيمانيا وروحانيا كيف تصف الأجواء في كربلاء المقدسة للمشاهد الكريم؟ كما أسلفت عزيزي أستاذ مناف، ما يشاهد اليوم في كربلاء حالة فريدة لا توجد على مستوى المعمورة، صورة تدرس للعالم أجمل. حقيقة في كربلاء اليوم تذوب كل الهويات بهوية واحدة، وهي هوية الإمام الحسين عليه السلام. والإمام الحسين هو إمام الكلمة الحقة وإمام الصدق وإمام الهدى، لذلك نلاحظ أن في هذه الزيارة الأربعينية مع كل الأجواء الأخرى والزيارة الأخرى، لكن هناك كان شعار تربوي أخلاقي إنساني
حقيقة أبعاد جميلة ورائعة تقدمها كربلاء إلى جميع أنحاء العالم. شكرا جزيلا لحضرتك. أحد المواطنين يود يشاركنا بالبث المباشر، نرحب بك. مساء الخير، شنو اللي تحب تقوله؟ مساء الخير أستاذ مناف، وشكر وتقدير إلى قناة العراقية لجهودها الطيبة المبذولة لنقل صورة حية لخدمة أهالي كربلاء، ونشكرهم جزيل الشكر يعني لما يقدمون من جهود وتعب كامل لهذا الجهد. يعني نشاهدهم بهذه الأجواء الحارة وبحمل الكاميرا واجبنا. لا، شكر وتقدير لكم. يعني نقل من أكثر من مكان، يعني من هسه من باب التربية وباب المحافظة. نشكركم شكر جزيل. شكرا لك أستاذ مناف، وشكرا لأستاذ محمد وأستاذ أحمد، وشكرا كل قناة العراقية. تسلم، شكرا جزيلا. إذن أعزائي المشاهدين، الزوار يلتحمون بأصحاب المواكب، خدمة عظيمة، خدمة كبيرة. أصحاب المواكب يرفعون شعار لا نوم، 24 ساعة الخدمة، لا تعب، لا لارتفاع درجات الحرارة. الكل هنا لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام. عودة لك زميلي عادل ولبقية شبكة مراسلين المنتشرين في مختلف المحافظات في هذه التغطية المسائية. نعم مناف، شكرا جزيلا. وأكيد هي هذه الرسالة المرتجات من زيارة الإمام الحسين، أن تكون تربوية توعوية أخلاقية دينية. شكرا جزيلا. انتقال إلى زميل ثامر شمري. أهلا بك ثامر، وعظم الله لك الأجر في هذه الأيام المباركة. ثامر، أين تتواجد تحديدا؟ صف لنا طبيعة الأجواء وأجواء الزيارة الإيمانية، وكذلك الزائرين المتوجهين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام والخدمات المقدمة لهم. نعم زميل عباس، أتواجد قرب العتبة العباسية. كما تعلم، كلما اقترب موعد الزيارة ازداد عدد الزائرين، وكلما ازداد عدد الزائرين تضاعفت جهود الجهات الأمنية والخدمية. لذلك نجد الآن الكربلاء أصبحت ليست مقصد الزائرين العراقيين فحسب، فهناك أيضا زائرين من مختلف الدول. هذا الضغط الحاصل على مدينة كربلاء جعل من مدينة كربلاء أن تكون خلية عمل متكاملة. نبدأ من الخلية الأولى، الخلية الأمنية، حيث لم يكن هناك أي قطع للشوارع، ولكن كانت هناك توجيه للزائرين بمسارات محددة بالذهاب والعودة، فضلا عن انتشار القطاعات الأمنية بمختلف صنوفها، تساندها الحشد الشعبي والجيش من الخارج. أما من الداخل فيشترك الشرطة المحلية والاستخبارات والأمن الوطني، وذلك لحصر أو رصد أي مسألة تتعلق بأمور غريبة، وكذلك مكافحة الشعائر. هذا بالنسبة للجانب الأمني. أما على الصعيد الخدمي فهناك العديد من المفاصل الخدمية، يبدأ في مقدمتها وزارة الصحة التي نشرت مفارزها الطبية في مختلف المناطق من كربلاء، سواء كانت متحركة أو ثابتة. كذلك هناك أيضا لاحظنا أن الجهد المكثف من قبل دائرة الكهرباء في كربلاء، لا سيما التوجه بإعطاء كميات أكبر من الكهرباء إلى كربلاء، ولأجل تسليط الضوء أكثر على ما تقدمه وزارة الصحة في هذه الزيارة المليونية. معنا الدكتور فاضل الرفيعي الذي سوف يشرح لنا الخطة الموضوعة للعلاجات الصحية أو الخطة الصحية للزيارة الأربعينية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا للعراقية على هذه الاستضافة. مثل ما تعرفون الزيارة بدأت بالنسبة لوزارة الصحة من يوم 18 محرم بدأنا مع أول زائر بمنطقة رأس البيشة اللي هي أبعد من الفاو بخمسة كيلومتر. أول زائر توجه في أبعد نقطة من أرض الوطن، مسافة 630 كيلومتر، في جو حار جدا اللي هي درجة الحرارة كانت 54 ورطوبة نسبية عالية. وفرت وزارة الصحة مفارز طبية على طول الطريق اللي وفرناه تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الصحة المحترم، انه هناك مفرزة طبية لكل 10 كيلومتر او اسعاف، وعند الضرورة يقل هذه المسافة الى 5 كيلومتر. اللي يشترك بالخطة حوالي 100,000 عنصر من وزارة الصحة، و50,000 عنصر ساند من متطوعين والعاملين والجهات الساندة لوزارة الصحة. هناك جهات ساندة كثيرة ومهمة في الناحية الطبية، منها طبابة الحشد الشعبي، طبابة القوات المسلحة الداخلية والدفاع،
وطبابة أيضا الهلال الأحمر بمستوى معين. فيما يخص سيارات الإسعاف، نشرنا إلى الآن 750 سيارة إسعاف. المستشفيات الساندة، جميع مستشفياتنا في مدننا هي في حالة إسناد. التحدي الكبير هو وصول الزائرين من الدول المجاورة وبالذات الجمهورية الإسلامية بأعداد كبيرة. هناك خمس منافذ رئيسية عملنا على تأمينها من خلال مفارز طبية، من خلال مركز صحي تتكفل به دائرتين مهمتين، هي مديرية العمليات والصحة العامة. بالتالي هناك لوائح صحية يجب أن يراعيها الزائر. المنافذ الأخرى هي المطارات. أنا اليوم أحصيت عدد الرحلات الجوية اللي حسب ما بلغني مندوبنا الصحي، هناك يقول 124 رحلة اليوم هبطت في مطار النجف. عندنا مطار بغداد، عندنا مطار البصرة الدولي، عندنا بقية المطارات الساندة. لذلك هذا التحدي الكبير الذي يواجهه وزارة الصحة يصير أكبر وين ما تكون بالمدينة القديمة. المدينة القديمة مدينة ضيقة ومكتظة، وهي المساحة مثل ما تعرفون في طب الحشود عالميا يعرف طب الحشود، يقول إذا اجتمع 10,000 نفر إلى 25,000 تدخل الدولة في حالة انذار لحين انفضاض هؤلاء. اليوم احنا اللي موجودين في هذه المنطقة المقدسة مو أقل من 4 مليون زائر في هذا المربع. لذلك حرصنا على قضية أساسية، أن هناك مفرزة طبية كل 25 متر تقدم منقذة للحياة، ولكل 50 متر مفرزة طبية تقدم إسعافات أولية زائدا أدوية ومستلزمات طبية. التحدي الكبير في هذه السنة حرارة الجو وبالذات في مدينة كربلاء المقدسة، البارحة 50، اليوم 50 أو 49، بالتالي يحتاج جهد مضاعف. من الله التوفيق، الأمور تمشي بسلاسة، الوفيات قليلة، فقط حوادث الطرق لا زلنا نعاني منها، وهذا تحدي يعني مثل ما تعرفون تحصيل حاصل، يعني نتيجة منطقية لهاي الأعداد الضخمة والكبيرة. بالتالي هناك تحدي اللغة، أنه أعداد كبيرة من الزائرين الآن اللي بالمدينة القديمة هم يتكلمون اللغة الفارسية، وبعض عندنا منفذ الشيب يدخل من خلاله والمطارات، الأخوة من أفغانستان، الأخوة من باكستان، بعض الدول اللي بها أمراض، لذلك حرصنا أن نعمل لقاحات. دكتور، ذكرت معلومة جدا مهمة، أن هناك يعني مسائل طبية بأن لو أصبح أعداد كبيرة في مربع تدخل الدولة في إنذار. نعم. نحن الآن في يعني نقترب على زيارة إلى 25,000 مباراة كرة قدم تدخل الدولة في حالة إنذار لحين انفضاض هؤلاء وهم 60,000. نحن إلى الآن تستقبل مدينة كربلاء المقدسة حسب الإحصائيات اللي عندنا يوميا ما لا يقل عن 2 مليون. هذا ونحن لم نصل إلى وهذا نحن لم نصل إلى يوم الزيارة إلى الآن لم يصلوا. الآن بعدهم في أطراف بابل وأطراف الديوانية وأطراف مناطق معينة، فقط طريق كربلاء نجف مكتظ جدا. إذن أنتم رغم ذلك جميع الاستعدادات اتخذت التدابير اللازمة. الطريق بالذات طريق كربلاء نجف، المدن المقدسة مكتظة، احنا منتشرين ايضا بالكاظمية، سامراء الان مكتظة، عندنا 2 مليون زائر في سامراء، النجف 3 مليون زائر، ايضا لازم جهد طبي متوفر ومتيسر وسهل المنال. نعم. إذن كما لاحظت الأرقام الدقيقة التي ذكرها الدكتور فاضل، هناك 100,000 من وزارة الصحة و 50,000 من المتطوعين، كثافة الزائرين التي تتجاوز لحد الآن بحدود لأكثر من 2 مليون أو إلى 3 مليون في كربلاء حسب ما في سامراء 2 مليون عندنا في كربلاء، في كربلاء لغاية الآن تجاوزت بحسب إحصائيات وزارة الصحة 4 مليون، أما في سامراء 2 مليون. لكن دعنا نعود إلى كربلاء التي لم تصل إلى وقت الذروة أو وقت الزيارة، إنها لغاية الآن 4 مليون في مساحة صغيرة، وتدخل المساحة الصغيرة من ضمن المسميات والمعايير العالمية إنها معايير خطرة جدا وتدخل الدولة إلى الإنذار، فما بالك من دولة العراق التي تتحمل هذه الضغوط، وكيفية من رجال هناك تستطيع بتدليل الصعاب. هذه التحديات التي تواجه
العراق، لكن العراقيين لطالما ما أثبتوا جدارتهم وتحديهم في معالجة كافة المواقف وهم على أتم الاستعداد. كما أود أشير في البداية كما أشرت في البداية أن هناك تحديات عديدة، لكن أصعب ما يواجهه هو رجال الصحة كذلك رجال الأمن، لكن جميع الأمور موضوع لها الخطط المتكاملة سواء على الصعيد الأمني أو الخدمي. نعم زميلي عادل. نعم ثامر، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم وعلى ما حدثنا به من أعداد كبيرة اليوم تتوافد إلى محافظة كربلاء المقدسة، وهم يقدمون جميع الخدمات على قدم وساق دون كلل أو ملل. سنعود لك في الوقت القادم من هذه الحلقة. ثامر أبقى معنا أحبتي المشاهدين، مستمرين.